حمزة 22 سنة. حرس شردوان العمر ديالي 46 سنة. سعد بودرز 18 عام. أمين برنوصي 38 سنة. يوسف نبيل عندي 14 عام. الاسم رشيد، مهنة سائق سيارة أجرة. هذا ولد راجل، راجل مسكين، ضاربين شي عمارة ديال بصح. هذه يد باين لي شوية تكماش في اليد و بادل مجهود. خدمت في الأرض بزاف، يد ديال جاردينية هذا هو ما بين 50 و 55. بانوا لي يدين شي راجل كبير، دوز شي حرفة، بحال نجار، بلومبي، تيضرب شي عمارة. هادو اليدين ديال امرأة وكتعاني من ظروف العمل، هادي إيد فلاحة ولا شي امرأة كدير الميناج الديور ولا خدمة تكون كتخدم هادي واحد 10 سوايع في النهار. هاد اليدين بحال كانوا في شي حرب، شي واحد معذب بزاف. كتبان لي اليد ضاربة تمارة، كتخدم بعمل بليدي بليدي يدوي. هذي خشي كش كان ناكل ما كنجمعش التبصيل ديالي، كش كان فراشي ما كنجمعوش، كنجي كل واحد جاكيطة خصها تجمع هي. سمحي لي بزاف، عمرني شي شي نواك فاس، ديما نواك المشاكل كنوش في عالفار في يدي احسن مني. سمحي لي بزاف، ما كنتش عارف هاد اليدين راه ديالك، خصني ضروري نعاون هاد اليدين هادو حشومه يبقاو، خص هاد اليدين حتى هما يشكرفصوا شويه. هادي بنتي، هادي مروه، ما صدقتش بانها بنتي، بانها يدي هي هاديك، انا ما صدقتش. هادي يديك، هادي الوليدة. واش بصح بصح اللي جبت الوليد؟ ورا فريمون ورا تضربت شي عمارة مسكينة والله. كنبغيك بزاف، واخا ما عرفتش شنو ندير، راه عمرني جونغ نرد لك داكشي اللي تديري عليا فريمون. والله حتى غنغسل الماء عليها بزاف. مرتي قاعد فيها بيانسور هي مولا جون، بيانسور عارفهم. ما عندوش معلومات. ما عنديش معلومات. كتبقى فيا بيانسور. وي كاينو اللي عاوني، لقيت هذيك كيبقى نقري عليه، كيقول لي هو كتنقري، هذاك الشيء علاش. الأم ديالي مالك قاساش، حيت فاش مات الأب ديالي ما لقاتش الأب ديالي، مات وأنا صغير. ومشات كتخدم كدير اي حاجه باش نعيش انايا ونكبر ونقرا ان شاء الله. الله يسمح لي منه وصافي. ساعه قاسات على قبلي، ملي كتصغر وهي كتعذب على قبلي بصراحه.